أبناءنا التلاميذ لسنوات التاسعة أساسي، مرحبا بكم. في هذه الحصة سوف نتناول تمرينين، تمرين حول الاختيار، أسئلة حول الاختيار من متعدد، وتمرين ثاني سوف نتناول فيه الجزئيات المعتبرة، النشر، التفكيك، التعيين في المستوي، تطبيق مبرهنة تالس ونظرية بيتاغور. أقدم لكم نفسي، مسعود علاقي، أستاذ رياضيات بإعدادية الغزالة أريان. فيما يلي نص التمرين الأول. إذن كما قلنا يلي كل السؤال ثلاثة إجابات، إحداها فقط صحيح. اختر الإجابة المناسبة في كل مرة. إذن هذا نوع من التمارين، هو أسئلة ذات الاختيار من متعدد، أي كيف سوف نهتدي إلى الإجابة الصحيحة من جملة عدة مقترحات أو أجوبة مقدمة. السؤال الأول، مهما يكون الرقم الفردي A، فإن العدد A واحد A واحد A أربعة يقبل القسمة على. هنا قبل المرور إلى المقترحات، نلاحظ أن هذا العدد أو قابلية القسمة بشكل عام، نعلم أن العدد الصحيح الطبيعي يقبل القسمة على عدد صحيح طبيعي آخر مخالف لصفر. إذا كان باقي قسمة هذا العدد على العدد الثاني يساوي صفر. المشكل المعيق هنا هو العدد أو الرقم A. نحن لا نعلم الرقم A لنقوم بالقسمة الإقليدية. إذا نمر إلى المقترحات. المقترح الأول أو الإجابة الأولى 6، الإجابة الثانية 12، الإجابة الثالثة 15. إذن هل أن هذا العدد يقبل القسمة على 6، على 12 أو على 15؟ إذن للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتذكر قابلية القسمة على 6، أي متى يكون العدد يقبل القسمة على 6، متى يكون العدد قابل القسمة على 12، ومتى يكون العدد قابلا القسمة على 15. إذن تذكير، يكون العدد الصحيح الطبيعي قابلا القسمة على 6 إذا كان قابلا القسمة على 2 و3 معا. يكون العدد الصحيح الطبيعي قابلا القسمة على 12 إذا كان قابلا القسمة على 4 و3 معا. أيضا يكون العدد الصحيح الطبيعي قابلا القسمة على 15 إذا كان قابلا القسمة على 5 و3 معا. إذن الآن كيف يمكن أن أفكر للاهتداء إلى الإجابة الصحيحة؟ مثلا العدد A واحد A واحد A أربعة، هذا العدد نلاحظ أن رقم أحاده 4، بالتالي هو لا يقبل القسمة على 5، لأن العدد يقبل القسمة على 5 إلا إذا كان رقم أحاده 0 أو 5. بما أنه لا يقبل القسمة على 5، إذن هو لا يقبل القسمة على 15. إذن بهذه الطريقة أسقطنا مقترح 15، إذن لا يمكن أن تكون الإجابة 15. إذن بقي إما أن يكون الإجابة الصحيحة 6 أو أن تكون الإجابة الصحيحة 12. نلاحظ أيضا أن العدد A، قلنا الرقم A هو رقم فردي، إذن العدد المتكون من رقمي الأحاد والعشرات سوف يكون إحدى الأعداد التالية. بما أن A هو رقم فردي، أي 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9، إذن العدد المتكون من رقمي الأحاد والعشرات هو أحد الأعداد التالية: 14، 34، 54، 74 أو 94. وكل هذه الأعداد المقدمة لا تقبل القسمة على 4، بالتالي العدد A واحد A واحد A أربعة لا يقبل القسمة على 4، ومنه لا يقبل القسمة على 12. إذن هذا العدد المقدم في السؤال لا يقبل القسمة على 15 ولا يقبل القسمة على 12. إذن بما أننا متأكدين أن هنالك إجابة واحدة صحيحة، الإجابة الصحيحة سوف تكون 6. إذن أو يمكن أن نفكر بطريقة أخرى، هذا العدد A واحد A واحد A أربعة مجموع أرقامه، نقوم بمجموع الأرقام، هو 3A، A مع A مع A 3A، 1 مع 1 مع 4 6، يعني 3A مع 6 يساوي 3 في A مع 2
وبالتالي هو مجموع الأرقام من مضاعفات ثلاثة. إذا كان مجموع أرقام عدد من مضاعفات ثلاثة إذا هو يقبل القسمة على ثلاثة، إذا هذا العدد يقبل القسمة على ثلاثة. وبما أن رقم أحاده هو أربعة عدد زوجي، إذا هذا العدد هو عدد زوجي، إذا يقبل القسمة على اثنان. إذا خلاصة يقبل القسمة على اثنان ويقبل القسمة على ثلاثة حسب هذا التذكير، إذا هو يقبل القسمة على ست. إذا الإجابة الصحيحة هي ست. يعني يمكن أن نستعمل مباشرة مجموع الأرقام لنبين أنهم من مضاعفات ثلاثة، ثم لدينا هو يقبل القسمة على اثنان نهتدي إلى الإجابة الصحيحة وهي ستة بهذه الطريقة، أو بهذه اعتماد هذه الطريقة في التفكير أننا نلغي الاقتراح 15 ونلغي الاقتراح 12، يبقى لنا اقتراح وحيد وهو العدد 6. عندما نهتدي إلى الإجابة نضع العلامة في أمام في الخانة المناسبة. إذا الإجابة الصحيحة هي 6. السؤال الثاني، إذا كان A عدد حقيقي حيث A في بين قوسين واحد إلا جذر تربيعي 3 أكبر قطعا من صفر، فإن العدد جذر تربيعي A قوة 2 يساوي. الاقتراحات A، الاقتراح الثاني ناقص A، والاقتراح الثالث إلا أو ناقص القيمة المطلقة لA. إذا سوف نقوم بحساب جذر تربيعي A قوة 2 انطلاقا من هذا المعطي. إذا لدينا A في 1 إلا جذر تربيعي 3 أكبر قطعا من صفر، جذاء عاملين موجب، إذا العاملين لهما نفس العلامة. إذا كيف يمكن أن أجيب؟ قلنا لدينا هذا الجذاء أكبر قطعا من صفر، A في 1 إلا جذر تربيعي 3 أكبر من صفر، إذا A أصغر من صفر. لماذا A أصغر من صفر؟ لأن 1 إلا جذر تربيعي 3 هو عدد سالب. جذر تربيعي 3 أكبر من 1، إذا 1 إلا جذر تربيعي 3 عدد سالب، منه A أيضا عدد سالب، ليكون عدد سالب في عدد سالب يعطينا عدد موجب. إذا بما أن A عدد سالب يمكن تطبيق هذه القاعدة التي تعرضنا إليها في الدرس. جذر تربيعي A قوة 2 يساوي القيمة المطلقة لA، والقيمة المطلقة لA يساوي ناقص A بما أن A هو عدد سالب. إذا هنا طبقنا القاعدة في الدرس، بالتالي الإجابة الصحيحة هي ناقص A. كما يمكن أن نلاحظ أيضا العدد جذر تربيعي A قوة 2 هو عدد موجب، ناقص جذر ناقص القيمة المطلقة لA هو عدد سالب. العدد A أيضا هو عدد سالب حسب هذا المعطى. إذا لا يمكن لعدد موجب أن يكون مساويا لأعداد سالبة، خاصة وأنه مخالف لصفر. إذا الإجابة الوحيدة الصحيحة هي ناقص A. نمر الآن إلى السؤال الموالي. ليكن العدد A حيث A يساوي 2 جذر تربيعي 5 مع جذر تربيعي 10 على جذر تربيعي 5 مع جذر تربيعي 10. إذا A يساوي، هذا هو العدد A. الاقتراحات إما يساوي 1 أو جذر تربيعي 2 أو جذر تربيعي 2 مع 1. هنا كيف يمكن أن أفكر طرق من للتفكير؟ نلاحظ أن العدد A أكبر قطعا من 1. لماذا؟ لاحظوا هنا المقام جذر تربيعي 5 مع جذر تربيعي 10، البسط 2 جذر تربيعي 5 مع جذر تربيعي 10. لدينا جذر تربيعي 10، هنا جذر تربيعي 10، في المقام جذر تربيعي 5 وهنا 2 جذر تربيعي 5، يعني أن البسط أكبر من المقام، وهما البسط موجب والمقام موجب. إذا هذا العدد A أكبر قطعا من 1. بما أنه أكبر قطعا من 1 إذا لا يمكن أن تكون الإجابة 1. أيضا نلاحظ أن العدد A أصغر قطعا من 2. لماذا؟ هنا لدينا 2 جذر تربيعي 5 وهنا جذر تربيعي 5، يعني هذا العدد 2 جذر تربيعي هو ضعف جذر تربيعي 5.
لكن جذر تربيع 10 هنا جذر تربيع 10، أي أن البسط أصغر من ضعف المقا، بالتالي هذا العدد أصغر قطعا من 2. نلاحظ بقية المقترحات، لدينا جذر تربيع 2 وجذر تربيع 2 مع 1. نعلم أن القيمة التقريبية لجذر تربيع 2 هي 1.41، مع 1 ماذا يساوي؟ 2.41، إذن أكبر من 2، بالتالي هذا المقترح أيضا هو مقترح إجابة خاطئة. الإجابة إذن الصحيحة الوحيدة هي جذر تربيع 2. إذن يمكن أن نجيب على هذا السؤال بهذه الطريقة، أو يمكن أن نقوم بجذاء في كل مرة الإجابات المقترحة أو الأعداد المقدمة في المقام ونقارنها بالبسط، أي نقوم 1 في جذر تربيع 5 مع جذر تربيع 10 يساوي جذر تربيع 5 مع جذر تربيع 10، إذن لا تساوي البسط. أيضا نفس الشيء بالنسبة للمقترح الثاني والمقترح الثالث، بالتالي الإجابة الصحيحة كما قلنا هي جذر تربيعي 2. السؤال الموالي، رابعا، ليكن A B C مثلث قائم في A، A B C مثلث قائم في A، E منتصف B C، E منتصف B C أي منتصف الوتر، بحيث A E يساوي X Y، البعد AE يساوي الجذاء XY، والبعد BC يساوي X قوة 2 مع Y قوة 2. X وY هما عددان حقيقيان لهما نفس العلم. لاحظوا هنا أن قلنا X وY عددان حقيقيان لهما نفس العلم، أي أن X وY موجبين أو سالبين. لماذا؟ ليكون الجذاء موجب، بما أن الجذاء XY هو بعد AE، ليكون البعد موجب أي الجذاء XY موجب يجب أن يكون X وY لهما نفس العلم. هنا يمكن أن نلاحظ أيضا أن X وY يجب أن يكون مخالفان لصفر، لأن إذا كان أحدهما مساوي لصفر أي أن البعد AE يساوي صفر، بالتالي لا يمكن الحديث أصلا على مثلث قاء. إذا X وY هما عددان حقيقيان لهما نفس العلامة ومخالفان لصفر. إذن كيف المقترحات؟ إذن X يساوي Y انطلاقا من هذه المعطيات، إذن لدينا X يساوي Y أو X يساوي 2 Y أو X يساوي ناقص 1 على 2 Y. أي من هذه المقترحات أو الأجوبة هي الإجابة الصحيحة؟ كيف أفكر الإجابة على هذا السؤال مثلا؟ نلاحظ أن في حالة X يساوي إلا 1 على 2 Y، X و Y مختلفين في العلم. لماذا؟ إحنا قلنا في التمرين في معطيات السؤال أن X و Y لهما نفس العلامة، يعني موجبين أو سالبين. لنفترض أن X موجب، ناقص 1 على 2 هو عدد سالب. في Y ليكون تكون النتيجة موجبة، إذن سالب يجب أن يكون في عدد سالب ليكون X موجب، يعني X موجب و Y سالب. إذن X و Y مختلفين في العلامة، وهو ما يتعارض مع المعطيات المقدمة في السؤال. بالتالي هذا المقترح X يساوي ناقص 1 على 2 Y هي إجابة خاطئة. إذن لدينا المثلث A B C قائم في A و E منتصف B C. إذن AE يساوي نصف الوتر، 1 على 2 BC، البعد AE هو نصف الوتر BC. هنا يمكن أن نكتب بما أن AE يساوي BC على 2، أي XY يساوي X قوة 2 مع Y قوة 2 على 2. يمكن أن نكتب X بدلالة Y، إذن في المساواة XY هو طول الموسط يساوي طول الوتر قسمة 2. ونلاحظ في حالة مثلا في حالة X يساوي 2 Y، في حالة X يساوي 2 Y، إذن لدينا XY نعوض X ب 2 Y تصبح 2 Y قوة 2. في الطرف الثاني عندما نعوض X ب 2 Y
نتحصل على x قوة 2 مع y قوة 2 على 2 يساوي 5 على 2 y قوة 2. إذا لدينا 2 y قوة 2، هل هي تساوي 5 على 2 y قوة 2؟ طبعا مختلفين، لأن y قلنا مخالفة لصفر، بالتالي الإجابة x يساوي 2 y أيضا هي إجابة خاطئة. إذا المقترح الأول الذي ألغي هو x يساوي ناقص 1 على 2 y. المقترح الثاني x يساوي 2 y أيضا إجابة خاطئة. بما أننا متأكدين أن توجد إجابة واحدة صحيحة، إذا المقترح الأول وهو x يساوي y، أو يمكن أن نجيب بهذه الطريقة. إذا قلنا AE يساوي 1 على 2 BC، AE يساوي BC على 2، أي XY يساوي X قوة 2 مع Y قوة 2 على 2، إذا X قوة 2 مع Y قوة 2 يساوي 2 في XY. إذا X قوة 2 مع Y قوة 2 إلا 2 XY يساوي 0. هذه الكتابة هي نشر للجذاء المعتبر X إلى Y قوة 2، أي X إلى Y قوة 2 تساوي 0، بالتالي X إلى Y يساوي 0، ومنه x يساوي y. إذا الإجابة الصحيحة هي x يساوي y. إذا نمر الآن إلى التمرين الموالي، التمرين الثاني. نعتبر العبارة A حيث x عدد حقيقي. A يساوي x قوة 2 مع x إلى 12. أحسب القيمة العددية للعبارة A في حالة x يساوي جذر تربيع 2 إلا 1. السؤال الثاني، أ بين أن A يساوي بين قوسين X مع 1 على 2 قوة 2 إلا 49 على 4. السؤال ب، استنتج أن A يساوي X إلا 3 في بين قوسين X مع 4. السؤال ج، أوجد العدد الصحيح الطبيعي N حيث N قوة 2 على 16 يساوي مع مع N على 4 يساوي 12. ثانيا روماني، ليكن او اي جي معينا متعامدا في المستوي حيث او اي يساوي او جي يساوي 1، ولتكن النقطتين ام احداثياتها ا صفر وان احداثياتها صفر ا مع 1 حيث ا هو اكبر قطعا من صفر. السؤال الاول، ا بين ان المثلث او ام ان قائم. أحسب MN قوة 2 بدلالة A. أوجد العدد الحقيقي A الذي يحقق المساواة MN يساوي 5. السؤال الثاني، نعتبر النقطتين R إحداثياتها 0 4 و P إحداثياتها A مع 1 0. أوجد العدد الحقيقي A إذا علمت أن MN موازي لـ PR. إذا هذا هو نص التمرين، يتكون من جزئين، واحد روماني وثانيا روماني. كما تلاحظون هنا عبارات حرفية، التفكيك باستعمال النشر والتفكيك باستعمال الجزئيات المعتبرة. ثانيا روماني، سوف نتعرف ونتعرض إلى التعيين في المستوي. سوف نبين أن المثلث قائم. أحسب أم أن قوة 2، وهنا يوحي لنا باستعمال نظرية بيتاغور. ثم في الأخير أوجد العدد A إذا علمت أن أم أن موازي لبي آر، وهنا سوف نستحق تطبيق لمبرهنة طالس في مثلث. إذا نمر إلى الإصلاح. إذا واحد روماني، السؤال الأول من واحد روماني، نذكر بالعبارة A. A يساوي X قوة 2 مع X إلى 12. السؤال الأول، أحسب القيمة العددية للعبارة A في حالة X يساوي جذر تربيع 2 إلا 1. قبل أن نجيب على هذا السؤال، لنذكر بالجذاءات المعتبرة لأننا نستحقها في هذا السؤال أو في بقية الأسئلة. إذن تذكير، ليكن X و Y عددين حقيقيين، X مع Y قوة 2 يساوي X قوة 2 مع 2 X مع Y قوة 2، x إلى y قوة 2 يساوي x قوة 2 إلا 2 xy مع y قوة 2. الأخير، x قوة 2 إلى y قوة 2 يساوي x إلى y في x مع
إجريك. إذن في حالة إكس يساوي جذر تربيع 2 إلا 1، يعني سوف نجيب على السؤال الأول. أحسب القيمة العددية للعبارة A في حالة إكس يساوي جذر تربيع 2 إلا 1، أي أننا سوف نعوض في العبارة A العدد إكس بجذر تربيع 2 إلا 1. إذن A يساوي جذر تربيع 2 إلا 1 قوة 2 مع إكس وهي جذر تربيع 2 إلا 1 إلا 12 إلا 12. إذن هنا سوف نطبق قاعدة الجذاء المعتبر إكس إلا إجريك قوة 2. إذن جذر تربيع 2 قوة 2 يساوي 2 إلا 2 في إكس إجريك، أي 2 في جذر تربيع 2 في 1 يساوي 2 جذر تربيع 2 مع 1 قوة 2، أي مع 1 مع جذر تربيع 2 إلا 1 إلا 12. إذن لدينا هنا مع 1 ناقص 1 عددان متقابلان مجموعهما يساوي 0، 2 إلا 12 يساوي ناقص 10، ناقص 2 جذر تربيع 2 مع جذر تربيع 2 يساوي ناقص جذر تربيع 2. بالتالي العبارة A تساوي إلا 10 إلا جذر تربيع 2، طبعا في حالة X يساوي جذر تربيع 2 إلا 1. إذن X قوة 2 مع X إلا 12، هذه هي العبارة A. قمنا بحساب قيمتها العددية في صورة أو في حالة X يساوي جذر تربيع 2 إلا 1. نمر إلى السؤال الموالي. A بين أن A يساوي X مع 1 على 2 قوة 2 إلا 49 على 4. A العبارة A هي X قوة 2 مع X إلا 12. سوف نثبت أنها تساوي X مع 1 قوة 2 إلا 49 على 4. يمكن أن ننطلق من هذه العبارة لنجد في الأخير X قوة 2 مع X إلا 12 وهي العبارة A. إذن إكس مع 1 على 2 قوة 2 إلا 49 على 4 يساوي، نطبق هنا الجذاء المعتبر في صورة A مع B قوة 2، إذا يساوي إكس قوة 2 مع 2 في إكس في 1 على 2، 2 في 1 على 2 يساوي 1 في إكس، إذا يساوي إكس مع إكس، ثم مع 1 على 2 قوة 2 أي مع 1 على 4 إلا 49 على 4، إذا يساوي إكس قوة 2 مع إكس 1 على 4 إلا 49 على 4 يساوي ناقص 48 على 4. إذن يساوي أيضاً إكس قوة 2 مع إكس 48 على 4 هي 12، إذن إلا 12، وإكس قوة 2 مع إكس إلا 12 هي نفسها العبارة A. إذن في الأخير A يساوي إكس مع 1 قوة 2 إلا 49 على 4 وهو المطلوب. إذا نمر الآن إلى السؤال ب. استنتج أن A يساوي X إلى 3 في X مع 4. هنا السؤال استنتج أن، يعني سوف نجد كتابة أخرى للعبارة A. لدينا العبارة A في أول التمرين هي X قوة 2 مع X إلى 12. بينا في مرحلة أولى أن A يساوي X مع 1 على 2 قوة 2 إلا 49 على 4. الآن طلب منا استنتج أن A يساوي هذا الجذاء X إلا 3 في X مع 4. السؤال هنا لماذا طلب منا استنتج؟ لماذا لم يقل بين؟ لو كان السؤال بين أن A يساوي X إلا 3 في X مع 4 أي يترك لنا الخيار أو الاختيارات التي يمكن أن نتبعها في الإجابة على هذا السؤال، أي يمكن أن ننطلق من هذا الجذاء نقوم بنشر هذا الجذاء سوف نصل إلى X قوة 2 مع X إلى 12، وبالتالي نقول أن A يساوي X إلى 3 في X مع 4. لكن هو السؤال استنتج، يعني أننا سوف نستعمل ما سبق. إذا ما سبق هو أثبتنا أن العبارة A يساوي X مع 1 على 2 قوة 2 إلى 49 على 4، أي أننا سوف نستعمل هذه العبارة. إذن A يساوي X مع 1 قوة 2 إلا 49 على 4. إذن A يساوي X مع 1 على 2 قوة 2 إلا 49 على 4، نكتبها في صورة 7 على 2 قوة 2. الآن أصبح لدينا هذه الكتابة في صورة A
قوة اثنان إلا ب قوة اثنان. أ قوة اثنان إلا ب قوة اثنان هي تساوي أ إلا ب في أ مع ب. إذن يساوي أ يساوي إكس مع واحد على اثنين إلا سبعة على اثنين في بين قوسين إكس مع واحد على اثنين مع سبعة على اثنين. إذن أ يساوي إكس واحد على اثنين إلا سبعة على اثنين يساوي إلا ستة على اثنين في إكس واحد على اثنين مع سبعة على اثنين يساوي ثمانية على اثنين. ومنه أ يساوي إكس إلى ثلاثة، ستة على اثنين يساوي ثلاث في إكس مع أربعة، ثمانية على اثنين يساوي أربعة. إذن أ يساوي إكس إلى ثلاثة في إكس مع أربعة. هنا فككنا العبارة أ إلى جذائي عوام وهو المطلوب. إذن لدينا الآن أ يساوي إكس قوة اثنين مع إكس إلى اثنى عشر، أ يساوي أيضاً إكس مع واحد على اثنين قوة اثنين إلى تسعة واربعون على أربعة، وآ يساوي أيضاً إكس إلى ثلاثة في إكس مع أربعة. يعني كتبنا العبارة آ بثلاثة طرق مختلفة وهو طبعا الحال كلها متساوية. السؤال جيم، أوجد العدد الصحيح الطبيعي أن حيث أن قوة اثنين على ستة عشر مع ان على 4 يساوي 12. إذن سوف نبحث عن العدد الصحيح الطبيعي ان حيث ان قوة 2 على 16 مع ان على 4 يساوي 12. هنا لاحظوا هنا السؤال أوجد العدد الصحيح الطبيعي، يعني أنه يوجد عدد واحد أوجد العدد، لم يقل لنا ما هي الأعداد الصحيحة الطبيعية التي تحقق هذه المساوات. طبيعة السؤال توحي أنه هناك عدد صحيح طبيعي وحيد يحقق هذه المساواة. إذن لدينا n قوة 2 على 16 مع n على 4 يساوي 12. إذن n قوة 2 على 16 يمكن كتابتها في صورة n على 4 قوة 2 مع n على 4 إلا 12 يساوي 0. هذه الكتابة هي في صورة x قوة 2 مع x إلا 12. x قوة 2 مع x إلا 12 هي نفسها العبارة A، وجدنا لها تفكيك وهي x إلا 3 في x مع 4، حيث x هو عدد حقيقي، أي مهما كان العدد الحقيقي x فإن x قوة 2 مع x إلا 12 يساوي x إلا 3 في x مع 4. بالتالي n على 4 قوة 2 مع n على 4 إلا 12 يساوي n على 4 إلا 3 في n على 4 مع 4. هذا الجذاء يساوي 0. جذاء عاملين يساوي 0 يعني أن أحد العوامل يساوي 0. هنا إذن n على 4 إلا 3 يساوي 0. هذا العامل هو الذي يساوي 0. لماذا؟ لأن هذا العدد أو هذا العامل مخالف لصفر، هو أكبر قطعا من صفر. n عدد صحيح طبيعي، إذن n على 4 موجب مع 4 هو عدد موجب قطعا، إذن لا يمكن أن يكون يساوي صفر. إذن n على 4 إلا 3 يساوي صفر. ومنه n على 4 يساوي 3، إذن n يساوي 12، 12 على 4 تساوي 3. إذن العدد الوحيد الذي يحقق هذه المساواة هو 12. بإمكاننا أن نتحقق من هذا العدد، هل أن الإجابة صحيحة أم لا؟ نعوض هنا n ب 12، 12 قوة 2 على 16 مع 12 على 4 يساوي، ونقارن النتيجة ب 12. 12 قوة 2 يساوي 144، 144 على 16 يساوي 9 مع 12 على 4 يساوي 3، 9 مع 3 يساوي 12. إذن هذا السؤال جيم. نمر الآن إلى ثانيا روماني. إذن ليكن OEG معينا متعامدا في المستوي حيث OE يساوي OG يساوي 1، ولتكن النقطتين M إحداثياتها A 0 و N إحداثياتها A 0 A مع 1 حيث A عدد موجب قطعا. إذن بين أن المثلث OMN قائم A. سؤال ب، احسب MN قوة 2 بدلالة A،
السؤال جيم، أوجد العدد الحقيقي A الذي يحقق المساواة أم N يساوي 5. إذن قبل الإجابة على هذه الأسئلة نذكر بالآتي. إذن تذكير، ليكن OEG معيناً في المستوي، لدينا المعين OEG معين في المستوي، وM نقطة من المستوي إحداثياتها X Y. M نقطة من المستوي إحداثياتها X Y. إذا كان X يساوي 0، ما معنى X يساوي 0؟ يعني فاصلة الإحداثيات هو الفاصلة ثم الترتيب، X نقصد بها الفاصلة، Y الترتيب. إذا كان فاصلة النقطة M تساوي 0، إذن M سوف تكون موجودة على المستقيم O G. X M إحداثياته X Y، قلنا X Y. إذا كان X يساوي 0 فأن M تنتمي إلى المستقيم O G، وإذا كانت ترتيبتها تساوي 0 إذن M تنتمي إلى المستقيم O E. أيضا إذا كانت لدينا نقطة B من المستقيم O E، مثلا B نقطة من المستقيم O E، فأن البعد O B، المسافة O B، البعد O B ماذا يساوي؟ يساوي القيمة المطلقة لفاصلة B، القيمة المطلقة لفاصلة B في O E، في وحدة القيس وهي O E، في البعد O E، حيث X B هو فاصلة النقطة B. إذا كانت النقطة C تنتمي إلى المستقيم O G، إذن البعد OC يساوي القيمة المطلقة لـ YC، يعني ترتيبة C في OG، حيث YC هو ترتيبة النقطة C. هنا نذكر بنظرية بيتاغور ومبرهنة تالس، إذا كان ABC مثلث قائم في A فإن مربع الوتر BC قوة 2 يساوي AB قوة 2 مع AC قوة 2. ايضا نظريه بيتاغور هذه ثم مبرهنه تالس، اذا كان مثلث ABC حيث M نقطه من AB، N نقطه من AC، BC و MN متوازيان، فان AM على AB يساوي AN على AC يساوي MN على BC. اذا نمر الان الى السؤال الاول. بين أن المثلث OMN قائم. OMN M إحداثياتها A 0، N إحداثياتها 0 A مع 1، وهذه النقطة O هي أصل التعيين. إذن بين أن المثلث OMN هو مثلث قائم. إذن لدينا إحداثيات النقطتين M و N. لاحظ هنا فاصلة النقطة N تساوي 0، فاصلة النقطة N تساوي 0، إذن النقطة N تنتمي إلى المستقيم OG. بما أن ترتيبة النقطة N A مع 1، YN يساوي A مع 1 مخالفة لصفر، إذن N مخالفة لO، أي النقطة N تنتمي إلى OG ومخالفة لO. نفس الطريقة بالنسبة للنقطة M، M إحداثياتها A 0، نلاحظ أن ترتيبة M تساوي 0، يعني YM يساوي 0، فاصلتها مخالفة لصفر، إذن M تنتمي إلى OE وM مخالفة لO، يعني أن النقطتين M وN مخالفتين للنقطة O حتى يمكن الحديث على المثلث، وM تنتمي إلى OE ثم N تنتمي إلى OG. إذن بما أن OE عمودي على OG، هذا معين OEG معينا متعامدا، يعني أن OE عمودي على OG، إذن OM عمودي على ON، ومنه المثلث OMN قائم في O. إذن المثلث OMN هو مثلث قائم في النقطة O. السؤال ب، أحسب MN قوة 2 بدلالة A. MN قوة 2، بينا في السؤال السابق A أن المثلث OMN قائم في O، إذن MN ماذا يمثل بالنسبة لهذا المثلث؟ هو الوتر، يعني هنا سوف نستعمل بيتاغور. إذن بما أن المثلث OMN قائم في O، بتطبيق نظرية بيتاغور نتحصل على
ام ان قوة 2 يساوي او ام قوة 2 مع او ان قوة 2. نستحق هنا الى البعد او ام، ونستحق الى البعد ام عفوا او ان. اذا لنا او ام يساوي، قلنا بما ان ام نقطة من او اي، القيمة المطلقة لفاصلة ام، وفاصلة ام هي ا. القيمة المطلقة لفاصلة ا في او اي، اذا او ام يساوي القيمة المطلقة لأ بما أنه أ هو عدد موجب، إذن يساوي أ في أو إي. أو إي قلنا يساوي أو جي يساوي واحد، إذن في واحد، بالتالي أو أم يساوي أ. نفس الشيء بالنسبة للنقطة أن، لدينا أو أن يساوي، قلنا بما أن أن تنتمي إلى المستقيم أو جي، إذن البعد أو أن هو القيمة المطلقة لترتيبة النقطة أن في أو جي، إذن يساوي القيمة المطلقة لأ مع واحد في أو جي. أ هو عدد موجب مع واحد عدد موجب، إذا القيمة المطلقة لأ مع واحد يساوي أ مع واحد في أو جي، أو جي يساوي واحد، إذا يساوي أ مع واحد. ومنه أم أن قوة 2 يساوي أو أم قوة 2 أي أ قوة 2 مع أو أن قوة 2 أي أ مع واحد قوة 2. إذا أم أن قوة 2 يساوي أ قوة 2 مع، هنا سوف نطبق الجذاء المعتبر في صورة x مع y قوة 2، إذا يساوي a قوة 2 مع 2 في a في 1، 2 في a في 1 يساوي 2a، مع 1 قوة 2 يساوي 1. إذا mn قوة 2 يساوي a قوة 2 مع a قوة 2 يساوي 2a قوة 2 مع 2a مع 1. إذا mn قوة 2 يساوي 2a قوة 2 مع 2a مع 1. إذا هذه هي البعد ام ان قوة 2 يساوي بدلالة A 2A قوة 2 مع 2A مع 1. إذا كتبنا أو حسبنا البعد ام ان قوة 2 بدلالة العدد A. السؤال جيم، أوجد العدد الحقيقي A الذي يحقق المساواة ام ان يساوي 5. مساواة البعد ام ان يساوي 5. هنا في السؤال السابق كتبنا ام ان قوة 2 بدلالة A. في السؤال هذا نريد ان نبحث عن العدد A الحقيقي A حيث ام ان يساوي 5. اذا ام ان يساوي 5، ماذا اذا؟ نمر الى المربع. مربع ام ان هو ام ان قوة 2، مربع العدد 5 هو 25. اذا ام ان قوة 2 يساوي 25. ام ان قوة 2 نكتبه بدلالة A، قلنا يساوي 2A قوة 2 مع 2A مع 1 يساوي 25. إذا 2A قوة 2 مع 2A مع 1 يساوي 25، أي إلا 24 يساوي 0. 1 إلا 25 يساوي ناقص 24، إذا وهنا تبقى لنا 0. إذا نقوم بتفكيك هذه العبارة. لدينا 2 عامل مشترك، يمكن كتابة 2 عامل مشترك، 2 في بين قوسين A قوة 2 مع A إلا 12. 24 هي 2 في 12، 2 عامل مشترك، إذا يبقى إلا 12 يساوي 0. إذا هذا الجذاء 2 في A قوة 2 مع A إلا 12 يساوي 0. إذا A قوة 2 مع A إلا 12 يساوي 0، لأن 2 مخالفة لصفر. إذا بما أن A قوة 2 مع A إلا 12 يساوي 0، هذه هي الكتابة A قوة 2 مع A إلا 12، هي في صورة X قوة 2 مع X إلا 12، وهي العبارة A في أول التمرين. وقمنا بتفكيك العبارة A مهما كان العدد الحقيقي X، قلنا X قوة 2 مع X إلا 12 يساوي X إلا 3 في X مع 4. إذا A قوة 2 مع A إلا 12 يساوي A إلى 3 في A مع 4. الجذاء هذا يساوي 0. بما أن A عدد موجب قطعاً، إذا A مع 4 أيضاً موجب قطعاً، أي مخالف لصفر. ومنه A إلى 3 يساوي 0. إذا A يساوي 3. إذا العدد الحقيقي الذي يحقق المساواة MN يساوي 5 يساوي 3. نمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال الثاني. نعتبر النقطتين R إحداثياتها 0 4 و P إحداثياتها
A مع 1 0. أوجد العدد الحقيقي A إذا علمت أن MN موازي لـ PR. إذن لدينا هذا الرسم. M إحداثياتها A 0، P إحداثياتها A مع 1 0، A مع 1 0، طبعاً A هو عدد حقيقي موجب قطعاً، إذا كان هذه A، P A مع 1 فاصلته، ثم N إحداثياتها 0 A مع 1، و R إحداثياتها 0 4. إذا ليكون MN موازي لـ PR، يعني علماً إذا كان MN المستقيم MN موازي للمستقيم PR، طلب منا أن نجد العدد الحقيقي A. إذا هنا لدينا مستقيمين متوازيين، سوف نستعمل نظرية مبرهنة تالس في المثلث OPR. إذا في المثلث OPR لدينا OPR لدينا M تنتمي إلى OP، M تنتمي إلى OP، و N تنتمي إلى OR، ولدينا MN موازي لـ PR. إذا بتطبيق مبرهنة تالس نتحصل على OM على OP، البعد OM على البعد OP يساوي البعد ON على البعد OR، OM على OP يساوي ON على OR يساوي أيضا البعد MN على البعد RP، أي OM على OP يساوي ON على OR. يعني هذا ما سوف نستحقه للإجابة على السؤال. إذا قلنا OM على OP يساوي ON على OR. الآن OM ماذا تساوي OM؟ A على OP، البعد OP هو A مع 1، القيمة المطلقة لـ A مع 1 يساوي A مع 1 لأن A موجب، يساوي ON، البعد ON هو A مع 1 على البعد OR وهو 4. إذا A على A مع 1 يساوي A مع 1 على 4. الآن بتطبيق جذاء الطرفين يساوي جذاء الوسطين، إذا A مع 1 في A مع 1 هي A مع 1 قوة 2 يساوي 4 في A. A مع 1 قوة 2 يساوي 4 في A. إذا A قوة 2 مع 2A مع 1 إلا 4A يساوي 0. هنا طبقنا قاعدة الجذاء المعتبر، A مع 1 قوة 2 هي A قوة 2 مع 2 في A في 1 يساوي 2A مع 1 قوة 2 هي 1 إلا 4A يساوي 0. إذا A قوة 2 2A إلا 4A يساوي ناقص 2A مع 1 يساوي 0. هنا A قوة 2 إلا 2 في A مع 1 هي نشر للجذاء A إلا 1 قوة 2. لماذا هذا؟ يمكن كتابتها A قوة 2 إلا 2 في A في 1 مع 1 قوة 2. إذا هي A إلا 1 كلها قوة 2 يساوي 0. بما أن A قوة 2 A إلا 1 قوة 2 عفوا يساوي 0، إذا A إلا 1 يساوي 0، ومنه العدد A يساوي 1. إذا A يساوي 1. إذا كان MN و PR متوازيان فإن العدد A هو 1. يعني إذا تصبح إحداثية M و P و N و R في هذه الحالة M 1 0، P 2 0، N 0 2 و R 0 4. إذا هذه هي إحداثيات النقاط في حالة M N موازي لـ P R. شكرا على الاهتمام والانتباه، نتمنى لكم التوفيق في مناظرة التعليم الأساسي.